يهتدي إلى التقى والنور. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الأسبوعي الذي يأتيكم كل اثنين إن شاء الله تعالى على تمام الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة في قناة الطناصح إن شاء الله، وبعض القنوات الأخرى تنقل هذا البرنامج. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم، نستضيف في هذه الحلقة وفي كل حلقة صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى، فحياه الله وأهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. قبل أن نبدأ نذكر الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا خاصة عبر الإذاعات المسموعة بأرقام الهواتف، أما الإخوة الذين يتابعونا عبر الفضائيات إن شاء الله تخرج هذه الأرقام تباعا بإذن الله سبحانه وتعالى على الشاشة، وأرجو التواصل معنا بعد 20 دقيقة أو يزيد إن شاء الله تعالى من بداية البرنامج. طبعا الأرقام 094-466-56-80، الرقم الآخر 094-466-56-81. فأهلا وسهلا بكم، مرحبا شيخنا الكريم. يا أهلا وسهلا بك شيخنا. ما زلنا في مقاصد الشريعة وتحدثنا عن مسألة الضرورة الخمس وهي الدين والنفس والعقل، والحمد لله اليوم في الموضوع الرابع وهو النسل أو العرض كما يسميه بعض أهل العلم حفظكم الله، كما ذكرتنا جزاكم الله خيرا. شيخنا، موضوع الزواج من حيث الوجود والعدم، دخلنا في الزواج وتقريبا انتهينا منه، لكن بقت فيه بعض المسائل حفظكم الله تعالى قبل أن نأخذ مسألة المهر وهي يجب أن يفهمها الناس وخاصة في مجتمعنا اللي بإن شاء الله تعالى. شيخنا الكريم، موضوع الزواج، هل مقصود به المتعة فقط؟ هل مقصود به التوصل إلى النسل أو التوصل إلى النسل بالزواج بغير يعني أو يعتبر قربة إلى الله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ لأن لابد فيه من النية إذا كان هو من العبادات والطاعات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم وأحيي مشاهديكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمقاصد الشريعة في الزواج متنوعة، قد قسمها العلماء الذين تحدثوا في هذا الموضوع إلى قسمين، يعني مقاصد أصلية ومقاصد تبعية. جميل. المقاصد الأصلية هي الآتية: أولا قضية النسل، وهذا هو موضوعنا، المحافظة على النسل واستمراريته، أي والمحافظة على استمراريته، يعني قصد الشارع أن يكون النسل متتابعا ومستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم بعد ذلك من المقصد الثاني من المقاصد الأصلية قضية كسر الشهوة، وهذا الذي عبرتم عنه في مقدمتكم بالاستمتاع، يعني متعة، فمسألة كسر الشهوة مهمة، ولذلك يعني مطلوب شرعي كذلك. نعم بالضبط، كلها حتى قضية النسل واستمرار مطلوب شرعي كذلك. وقلنا لابد أن يكون عن طريق الزواج، لأنه قد يحتج علينا أو يحتج علينا محتج يقول إن بقاء النسل يمكن أن يكون ليس عن طريق الزواج، عن طريق يعني قضاء الشهوة الحيوانية بين ذكر وأنثى ويكثر النسل هكذا، لكن احنا نتحدث عن مسألة يعني قصدها الشارع، ولذلك سميناها هنا المحافظة على النسل. والمحافظة على النسب كذلك، والمحافظة على العرض، يعني الثلاثة هذه مجتمعة تمثل شيئا واحدا، ولذلك لابد من المحافظة على هذه الأشياء. فإذا من الأمور التي يعني قصدها الشارع في مسألة الزواج هي مسألة استمرار
النسل. نعم. وهي الذرية. بطرق، نعم، بطرقه المعروفة. نعم. وقلنا لأن لابد من أن يكون النسب معلوما، ولذلك حرم الزنا كما سنعرف عند حديثنا. نعم. عن المحافظة على النسل من جانبي العدم. نعم. نعم. إذن عندنا النسل وبقاؤه، وعندنا كسر الشهوة. جميل. وعندنا كذلك من المقاصد الزواج قضية تدبير الأسرة. نعم. هذه مسألة مهمة، يشترك في هذا التدبير الرجل والمرأة، فهذا نوع من التعاون والتمرين كذلك. نعم. يشترك فيه الزوجان كل في تخصصه. نعم. فلذلك المرأة مسؤولة في بيتها عن أطفالها وعن منزلها إلى آخره، والرجل مسؤول في المنزل وخارجه كذلك. نعم. على أطفاله وعلى شؤون المنزل، وهذه مسألة أيضا مهمة، يعني لكل واحد وظيفته، يعني بالضبط تدبير. نعم. الأسرة، يعني لو يعني كل أسرة لها مدبران، ثم بعد ذلك يشتركوا في التدبير حتى بقية أفراد الأسرة عندما يعني يكبرون، عندما يصيروا في سن معينة يشتركون مع الوالد والوالدة في تدبير المنزل. نعم. وهكذا يفعل كل الأسر، فكأن العالم كله يسير على وتيرة واحدة ويتعاونون، ثم بعد ذلك الأسرة تتعاون مع غيرها. نعم. وهكذا، هذه مسألة. نعم. المسألة الأخرى أن الزواج أيضا من مقاصد الشرع فيه تكثير العشيرة، يعني لما واحد يتزوج يعني يصير له أولاد كما ذكرتم. نعم. ويصير وعند إخوة بطبيعة الحال من زواج أبيه، وعند أعمام، وعند كذا وعند كذا، فتصبح كأن لديك عشيرة. صح. والإنسان حتى نفسيته تستقر عندما تكون لديه عشيرة. صحيح الإسلام لا يدعو إلى قضية القومية أو المواطنة الضيقة، لكن العشيرة مهمة تساعده، ولذلك رأيتم كيف تبتعي أحكام شيخنا. نعم نعم، رأيت الدية. نعم. رأيت قضية الدية أنت كيف يقتسمها. أي. يعني أقاربه نعم، عاقلة القاتل في حالة الخطأ، يعني إذن العشيرة مهمة. نعم، لا يقول لأحد هذا نوع من الدعوة القومية وكذا، لا، نحكي على العشيرة التي تلتزمه أحكام الشرع. نعم. هذا اللي نتحدث عنه. نعم. فتكثير العشيرة مهمة جدا. ثم بعد ذلك مجاهدة النفس. مجاهدة النفس من ناحيتين، من ناحية أن تقتصر شهوته ونظرته إلى آخره على زوجته. صحيح. أيوة، مجاهدة. نعم. نعم. والثاني كذلك مجاهدة في القيام بشؤون الأسرة، لأن خصوصا من قبل الرجل سيبذل جهدا لتوفير حاجيات أسرته. نعم. من زوجة وأولاد وما يحتاجه المنزل، فهذه كلها حركة دائبة مقصودة للشرع كذلك، حتى لا يخمل العالم بل يتحرك. نعم. في 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 بحركة دائبة. نعم. نعم. شيخنا بارك الله فيك، أنت تتكلم عن النسل وأنها تكثير النسل، وأني مفخر بكم الأمم يوم القيامة. شيخنا، هل من لا يستطيع الزواج، من لا يستطيع الزواج، ليش لا يستطيع، مثلا لا يستطيع الباءة، أو يخاف أن تزوج أن يظلم هذه المرأة، أو أنه غير أهل أنه يربي هذه الذرية، فما حكم زواج هذا الإنسان؟ هو العلماء تحدثوا عن مسألة أحكام الزواج. نعم. فمنهم المالكية مثلا قسموها إلى 5 أقسام. جميل. يعني الوجوب والحرمة والسنية أو الاستحباب. والكراهة والإباحة. جميل. يعني كل واحد يعني مع ظروف إلى آخره. كان هو واحد مثلا كما ذكرتم لا يستطيع أن ينفق على زوجته من حلال. فهذا يعني لا ينصح بالزواج، لكن يمكن يقع في الحرام. هذه المسألة درسها العلماء. جميل. وعند التضاد بين هذين الأمرين، يعني إما أن يقع في العنت، وإما أن ينفق على الزوجة من حرام. هذه لأن احنا عندنا في القواعد الفقهية إذا تقابل ضرران ارتكبا أخفهما،
فهذه المسألة التي نتحدث عنها قال العلماء في هذه الحالة التي يخشى فيها خشية واضحة من أن يدخل في برنامج الزنا أو أن ينفق على زوجته من غير حرام من غير حلال، قال يرتكب الأخير. نعم، ينفق عليها من حرام خير من وقوعه في الزنا. وهذه مسألة واضحة بالفعل. كيف واضحة؟ لأن مسألة الإنفاق عليها من حرام يتصل بماذا؟ يتصل بقضية الأموال. صحيح، واضح هذا؟ نعم. وإحنا عندنا المحافظة على الكليات الخمس على الترتيب. صحيح. نعم، فقضية النسل إذن قبل النسل والعرض والنسب، قبل قضية المال. وبالتالي هذا السبب الذي جعلهم يرجحون في المسألة التي ذكرنا، يرجحون قضية الإنفاق على الزوجة من حرام، يرجحونه على الوقوع في الزنا. إن كان لكن هذا كله قلنا إذا كان محققا أو شبه. نعم، الضرورة تقدر بقدرها والإنسان يعود إلى العلم في هذه المسألة. شيخنا بارك الله فيك، مسألة زواج المسلم من الكتابية هل لها ضوابط؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا متخذات أخدان والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فمن هي المحصنة؟ ونرى يا شيخ في بلاد الغرب لا توجد امرأة إلا وجعلت لها صديقا، يأتي إنسان مسلم وكذا ويتزوج هذه المرأة، فهل يجوز له زواج الكتابية وخاصة النصرانية؟ اليهوديات عادة ما يزوجهمش، لكن النصرانية أو زواج من المجوسية كذلك، من اليابانيات بعضهم يتزوج اليابانية أو الصينية، فما حكم الزواج شيخنا؟ هو مسألة الزواج الأصل فيه من مسلمة، المسلمة مسلمة. جميل. لكن الشارع أباح الزواج من الكتابيات، واختلفوا في مسألة ما المراد بالكتابية، هما متفقون على أنها اليهودية والنصرانية. جميل. لكن البحث الذي يعني اعترض بعض العلماء وتوسعوا فيه، ما حتى في مسألة غير الزواج، مسألة الذبائح، ذبائح أهل الكتاب، لأنها تبع بعضهم. صحيح. المسألتان صحيح. مرتبطتان. فيعني من هو الكتابي؟ بعض العلماء قالوا هذا سؤال لا يسأل، الكتابي معروف يعني إما يهودي أو نصراني، لكن من توسع في هذه المسألة بدأ يطرح وسيلة أخرى. الكتابي قالوا بالنسبة للذبائح مثلا كان يذبح على الطريقة الإسلامية، ثم بعد ذلك تحول إلى الذبح أو الذكاء بطرق أخرى. نعم. بعيدة عن الطرق التي كانوا يذبحون وكانوا يذكون بها عندما نزل القرآن وجاءت السنة. نعم. فهل هذا يستمر على ما كان عليه؟ يعني بمعنى إذا غيروا الطريقة فهل هذا يمنع، أو هذا استمرار؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما أحل ذبائحهم يعني علم أنهم سيذكون بطريقة أخرى، الله سبحانه وتعالى يعني يعلم الغيب لا شك في ذلك، فهل هذا يحل ولا احنا طلعنا خرجنا؟ لا بس يا شيخ، ما هي حتى في الايات يا شيخ مربوطه مع بعض، مربوطه. نعم. فهل هذا يعني يحل ذبائحهم؟ جمهور العلماء على مختلف المذاهب ان ذبيحتهم اذا اختلفت عن ذبيحتهم التي نزل القران وهم يذبحون بها فانها ممنوعه، لكن بعض العلماء المعتبرين ايضا ومنهم ابن العربي، ابو بكر بن العربي صاحب احكام القران، صاحب كتاب القبس والمسالك، أباح ذبيحتهم ذكاتهم حتى لو تغيرت الطريقة. ولذلك يعني قضية إذا سلوا عنق الدجاجة سلا معروف يعني واعتبروا هذه الطريقة ذكاء، اعتبروا هذه الطريقة ذكاة، فإنه يجوز أكلها. وبعض الناس سنوا هجوم عليه، وابن العربي عاش في القرن السادس. نعم. لكن الوانشاريسي في معياره ومن علماء المالكية المعروفين. نعم. ذكر هذه المسألة، ذكرها في صورة قال ما زال الطلبة يستشكلون ما قاله ابن العربي في مسألة سل عنق الزجاجة، والحقيقة لا إشكال فيه، وبدأ يتحدث فأيد ابن عربي في هذه المسألة. نعم. في هذه المسألة. نعم. أرجع إلى مسألة الزواج. بالضبط. الكثير من العلماء أباحوا الزواج، قلنا بل معظم جمهورهم أباحوا الزواج من الكتابية،
ومع أن دينها محرف لا شك في ذلك. نعم. لكن قالوا القرآن الكريم والسنة النبوية أباحت هذا الزواج مع علم الشارعي بهذا التحريف. هم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون عزير بن الله. نعم. والمسيح ابن الله. ومع ذلك أباح الزواج منهم. نعم. فإذا لا إشكال في الزواج منهم. نعم. لكن من هي؟ لكن لا لا لا, لا من هي مازال السؤال. آه جميل. بل عندنا آثار عن عمر بن الخطاب كان يمنع الصحابة الذين يريدون الزواج من الكتابيات. هو بنظرته الثاقبة ونظرته إلى مآلات الأفعال كان يخشى أن يؤثر هذا الزواج على حياة المسلمين وعلى مجتمعهم إلى آخره، فخشي أن تقودهم الشهوة إلى مسألة أخرى لها تأثير على المجتمع بأسره، فمنعهم أو حتى إن أنه أمر الحقيقة على صحابي أراد أن يتزوج يهودية فمنعه من ذلك. فالصحابي هذا سأل عمر بن الخطاب يعني أحرام هو هذا النكاح؟ قال لا، يعني يستطيع أن يقول هذا حرام. نعم. هذا حله الله. حله الله. قال لا، ولكن بيّن له السر في ذلك فامتثل الرجل لأمر أمير المؤمنين. إذا يفهم من ذلك في أن في نوع من الكراهة للزواج من الكتابيات. وإذا يعني إذا أخذنا هذا الأمر. نعم. والآن يعني كأننا يعني قارناه أو قاربناه بما يجري الآن. الحقيقة يعني أنا بعض الإخوة الذين يعيشون في بريطانيا. نعم. أخبروني عن أشياء مزعجة في مسألة الزواج بالكتابيات. نعم. باب أولى بغير الكتابيات، هذه نعم. مسألة ثانية، هذه لم يبحها الشرع، لكن مع ذلك المجوسية. نعم. نعم. والتي لا دين لها أصلا. صحيح. وإلى آخره. بدل أوثان وغير ذلك. يعني أحكى لي حتى بعض الأشخاص، حتى إني في الأخير تدخلت وقلت له توقف والله لقد أزعجتني. لا إله من المساء. يعني ذكر لي بعض الناس تزوج بامرأة وفي مناقشة حامية بينه وبينها يعني تركته، ثم بعد فترة بعد أشهر يعني رجعت إليه واعتذرت وأعلمته أن في انفصالها عنه هذه الفترة رجعت إلى صديقها القديم فعاشت معه. انظر إلى هذا يعني كيف يرتضيه المسلم. هذه مسألة يعني بأشخاصها المعلومين، ليست من نسج الخيال ولا قصة في الكتب، هذه موجودة الآن يعني. نعم. فالمسألة يعني لا بد. ولذلك رأيت بعض المؤلفين المعاصرين. نعم. من عنون كتابه بكراهة الزواج من الكتابية. نعم. وهذا الكتاب مطبوع ومتداول معروف. فهذه وجهة نظر، نحن لا نقول بأنه ممنوع لأن الشارع أباحه. نعم. ولكن نعم نقول إنه مكروه خصوصا الآن، الضرر امتأى يعني واضح وضوحا بينا، ولذلك لا يجادل في هذا الأمر. هذا بالنسبة لما ذكرنا من الزواج بالكتابية. طيب شيخنا، المحصنة أو ولا متخذات أخدان، يعني هذه ذكرت في القرآن، يعني هذا الشرط من الزواج منها، وخاصة يا شيخنا بعض الشباب الذي يذهب إلى بلد غرب يكون ضعيف بعيد عن دينه أصلا وعقيدته وعن عقيدة التوحيد وعن إيمانه ولا يعرف الإسلام، فعندما يتزوج تخاف أنه يهلك معها والعياذ بالله. ربما هذا السبب الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب هذا المذهب. نعم. بقضية الكراهة، كراهة أن يتزوج المسلم كتابية. نعم. وأما بالنسبة لمسألة الإحصان. أيوة بالضبط. التي ذكرها القرآن. نعم. يعني حتى في بلادنا أصلا محصنات من أهل الكتاب. إيه؟ مقصود به يعني العفيفة، لا شك في ذلك، المحصنة من أهل الكتاب معناها العفيفة.
وقضية العفيفة هل هي موجودة أو مش موجودة؟ أنت قلت في المقدمة أخفت أنا فقلت لا يوجد، لكن أقول قليل جدا أقول شيخ يوجد وبعيد يوجد لكنه يوجد ولكنه قليل جدا قليل. نعم قليل. نعم. أنا أخبرني من له خبرة في المجال هذا يعني بأن المسألة قليلة بالفعل، لكنها موجودة بعض المدن حتى في فرنسا، بعض المدن نعم توجد الفتيات اللاتي يحافظن على شرفهن إلى آخره، ولكن هذا أمر قليل بالقياس إلى الأكثر. وعادة الشارع يقول في قاعدته والشاذ لا حكم له، إنما النظر له إلى الغالب. إيه بشيخنا توا بعض الناس يتزوج لأجل مصلحة لأخذ الإقامة، ما تفي بلغة الغرب هذه شيخ. أنا مسألة كده أنا يتابعنا بعض الشباب الذين تزوجوا بهذه الطريقة، يتزوج مجرد أن يتزوج لأجل أن يأخذ إقامة على زوجته الكتابية هذه. اسمعني، هذه بالنسبة لي إذا كان الأمر فيه يعني متسع ليس مضطرا إلى هذا الأمر. ما هي قضية لما تحدث الآن عن الشباب الموجود خارج بلاده، يعني تأتينا كثير من الأمور، هو لماذا يكون في تلك البلاد؟ أحيانا مسألة اختيارية، هجرة. نعم. أحيانا نعم. الهجرة هذه تارة تكون اختيارية، نعم، وتارة تكون اضطرارية، صحيح، وتارة تكون بين بين، نعم. أما الاختيارية معناها ليس عنده شيء يفعله في تلك الديار مما هو مضطر إليه، نعم. وإذا كانت الاضطرارية، نعم، مثلا لا يستطيع أن يعيش في بلده، نعم، معروف بلاد المسلمين أحيانا، نعم، تمارس ضغوط على الملتزمين من المسلمين، إيه؟ ضغوط لا يحتملها أحد، نعم، وهذه قضية معروفة في العالم الإسلامي لا 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 خفاء فيها. فهذا لا ليس لديه منفذ إلا هذا الأمر، يعني أن يخرج. ولا شك أنه ربما يعاني العنت في ذلك ويتعرض لكثير من الأمور، فهذا ربما يعني تجد له مبررا في قضيتنا، ولكنه يجب أن يبذل جهده في قضية اختيار الزوجة التي لا تدخل في قضية التي تحدثنا عنها، يعني لابد أن تكون يعني مستقيمة الحال. فهذا بالنسبة للمضطر. فيه البعض الناس نصف اضطرار، كيف ذلك؟ أقول بإمكان، نعم، توجد ضغوط عليه في بلده، نعم، وتوجد مندوحة له في خارج، ولكن قد يوجد لديه البديل في دولة أخرى مسلمة. بالضبط. فهذا يعني ليس اضطرارا كاملا، مع أن الدول المسلمة دائما تحتها خطوط، أقول ذلك بصراحة لا خوف، يعني في الغالب يعني يخاف منها، ولذلك تجد حتى أصحاب الأموال لا يثقون بالأوضاع يعني في 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 كثير من الدول الإسلامية. نعم اليوم الوضع جيد وأموالك لا خوف عليها، وفي غضون أسبوع أو شهر أو عام يحدث أمر آخر، نعم، فتفقد أموالك كلها أو جزءا كبيرا منها، سلام، وبالتالي نعم هذه مشكلة أخرى. أيه. تجد لبعض الشباب نوع من هذا المبرر، لكن أرجع فأقول المسألة إذا كانت تحت الاضطرار والضرورة تقدر بقدرها، نعم، كما ذكرتم قبل قليل، يعني ممكن أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، نعم، ممكن هذيك اللي مصلحة كذلك لمالها أو جمالها، لكن النبي أرشدنا إلى ذات الدين، أرشدنا وصحيح، ولكنها فعلا تنكح لهذه الأربعة أو لأحد هذه الأربعة، نعم، ولكن نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم قضية نكاح ذات الدين. لماذا؟ لأن البقية الباقية يعني غير مستقرة غير مستمرة. بالضبط. أرأيت قضية المال يأتي ويذهب؟ نعم نعم، هذه في الذكور والإناث، صحيح. قد يكون الإنسان ذا مال كبير اليوم فيصبح يعني في الغد ولا درهم له ولا دينار، هذه صايرة كثرة، نعم، خصوصا في الأزمة العالمية المالية، صحيح، المعروفة، صحيح، بعض الناس حتى انتحروا، صحيح، نعم، ونعم بالضبط. وقضية الجمال يذهب، صحيح، مع السن، إيه لم تجد، هذه اللي قلنا احنا تحدثنا كثيرا عن المسألة، ربما حتى مل الناس من ذلك، نعم، لا يملون يا شيخ، لا، ما تحدثنا عن المسألة هذه. قضية نعم الجمال لو كان مستمر معك إلى آخر حياتك لا بأس، لكن عند حد معين، نعم، ولذلك سيذهب، نعم. فإذا لا يبقى إلا الدين، الدين لأن صاحبه
يعني يراعي الله سبحانه وتعالى في كل كبيرة صغيرة. صحيح. ويحافظ على شرفه. نعم. ويحافظ على شرف الرجل. صحيح. ويحافظ على مال الرجل كذلك وعلى أخلاق. نعم. الأولاد إلى آخره. طيب شيخنا نأخذ أم فرح عذرا ننتظر قليلا. نعم أم فرح تفضلي أختي سامحينا على التأخير. تفضلي يا أم فرح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير يا شيخ كيف حالك؟ مرحبا يا أختي مرحبتين أهلا وسهلا تفضلي. قلت يا شيخ أنا أرملة من 2007 باهي. نعم. ويعني كل ما طالب يعني نبي حق نبي شيء يقولوا لي ما عندكش ما عندكش. هم المشكلة يبنوا كل شيء عندهم. نعم. إذا أعطوني سميل أعطوني حق ما أعطوني شيء يعني وأنت كانوا يقولوا لي ما عندكش. أنا عندي صاحبة 3 أطفال يعني. إيه. وقاعدة بالأجار وشيء. كل ما نبي نطلب حق يقولوا لي لا ما عندكش هم يبنوا حالتهم ما شاء الله عليهم. طيب هذه النفقة زوجك يعطي فيها المطلقك اللي طلقك يعني يعطي فيك النفقة للأولاد؟ أنا مش مطلقة أنا مش أرملة. مطلقة أنا أرملة زوجي متوفي. أرملة أرملة أسف نحسن لك عذرا عذرا. نعم يا شيخ لا أعطوني سنين أعطوني حظ أعطوني شيء كل ما يقولون نبي حاجة يقول لا ما عندكش مال. وأنا عيالي أول ما جبت مع أكبر عين جبت عمره يعني سنة أولى تو ما شاء الله يا بلكي تاسع كبير يعني. من اللي يعطوش حقك أهل زوجك يعني؟ ايه لما نقول لهم طيب. ما عندكش ما عندكش. طيب حاضر حاضر يا شيخ انا يومي 10 سنين نبي حق نديش حق ما اعطونيش حق. بالله بالله حاضر يا اختي ام فرح حاضر حيتحدث معك الشيخ ان شاء الله. شكرا يا ام فرح صلى الله يفرج كربك. نعم محمد فرج مرحبا تفضل يا محمد فرج. مرحبا وعليكم السلام. حاج يا شيخ. مرحبا يا محمد تفضل حبيبنا. يا شيخ انا عندي سؤالين. تفضل تفضل. السؤال الأول هل كلمة الغاية تبرر الوسيلة هل توافق توافق الدين يعني هل يوافقها بمعنى هل لها أصل في الدين الغاية تبرر الوسيلة؟ باه حاضر هذه واحدة. السؤال الثاني المأموم في صلاة الجماعة هل يكبر عند الإمام وعند السجود؟ المسبوق الإمام عن التكبيرات. أي المسبوق ولا؟ لا مش المسبوق هو مع الإمام من تكبيرة الإحرام. المأموم المأموم. المأموم أيوة. أيوة هل يكبر معه؟ يكبر في الركوع بعد الإمام وعند السجود. نعم طيب حاضر. بارك الله فيك. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله تفضل. أبو همام تفضل يا أبا همام. تفضل يا ابو همام تفضل. خا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخ عباس؟ حال دكتور حمزه ابو فارس. الله يسلمك يا اخي بارك فيك. الله يبارك فيك. عندي 3 اسئله بالله يا ابو الشيخ. تفضل اخي الكريم تفضل. السؤال الاول تفضل. بالنسبه لزياده الاسعار في البضاعه القديمه عند ارتفاع الاسعار. زياده الاسعار في البضاعه القديمه. نعم. باه طيب. السؤال الثاني هل تجب الزكاه على المكافأة نهاية السنة؟ هل تجب الزكاة؟ على المكافأة التي أتحصل عليها في نهاية السنة. على المكافأة؟ المكافأة في العمل. المكافأة في عمل نعم. المكافأة في العمل. في نهاية السنة. في نهاية السنة. يجب عليها الزكاة عندما أتحصل على المكافأة. في نهاية السنة. باي طيب طيب حاضر حاضر. السؤال الثالث. إيه فهمت. إذا كنت مؤتمر على محل تجاري واكتشفت أحد العاملين قد باع سلعة وسرق جزء من المال. إيه؟ فواجهته بالحقيقة فاعترف وقال إني مضطر. نعم. وقال لي لا أكشفه عند صاحب المحل فماذا أفعل؟ طيب حاضر يا أخي الكريم طيب جميل. بارك الله فيك. حاضر شكرا يا أبا همام تفضل حبيبي. نعمة الله الله ينعم علينا يا رب تفضلي يا نعمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. سألتك في الحلقة الماضية عن براز الحشرات أكرمكم الله ولم تجبني. اليوم إجابة براز الحشرات مثل الذباب والبعوض وغيرها. أجبناك الحشرات أو نجس. يا نعمة الله يا نعمة الله أجبناك يا أختي أجبناك لكن لا أدري يمكن ما سمعتش إجابة بس سنعيد الإجابة السؤال. لا البراز أكرمكم الله ليس الميتة. البراز. أيوة. ما أيوة. طيب. السؤال الثاني طيب. خيوط العنكبوت هل طاهرة أو نجسة؟ إيش هي؟ خيوط العنكبوت طاهرة ولا نجسة؟ أيوة
السؤال الثالث ايه؟ السؤال الثالث، هل على المرأة او الرجل غسل اذا خرج المني بدون شهوة نتيجة لبلد او مرض او دواء؟ طيب اختي حاضر. نعم، اذا نتحدث مع الشيخ حفظكم الله تعالى. مصباح، نعم تفضل يا عبد الباقي. تفضل عبد الباقي، تفضل يا عبد الباقي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ ممكن عندي سؤال ممكن مهم بالنسبة لأهل ليبيا. تفضل أخي عبد الباقي، تفضل. نريد من دار الإفتاء توضيح بشأن جماعة الإخوان المسلمين. هل هي جماعة ضالة صحيحة؟ بشأن الإخوان المسلمين. طيب. جماعة الإخوان المسلمين، نعم. طيب حاضر أخي الكريم. طيب عبد الباقي، بارك الله فيك. إدريس من الخمس، مرحبا يا إدريس. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي إدريس مرحبا. تحية ليك يا شيخ عبد الباسط، وتحية للوالد الشيخ حمد أبو فارس، بارك الله في ابني وعمري إن شاء الله. الله يحييك يا أخي، بارك فيك أنت كذلك يا أخي، شكرا. الله يبارك فيك، يا شيخ عبد الباسط والشيخ حمزة، المثل اللي بيقول ما يحب جلدك إلا ظفرك. مع احترامنا لجميع العلماء الأمة الإسلامية يا شيخ باسط في كافة دول العالم. نعم. لكن نرى بأن طلب الفتوى حسب المصلحة ليس من عوام الناس مثلنا نحن. بل من بعض أهل العلم من مشايخ وطلبة علم. نعم. ولذلك لم يجد الناس مرادهم من أهل العلم الذي يعيش معه نفس العادات والتقاليد ونفس الأمور التي تخص الإنسان حتى داخل داره وليس بلاده. نعم. فلذلك لما أتناقش في الحديث الذين يقول لي استفتي قلبك، يقول أسأل الشيخ حمزة بن فارس حفظه الله، استفتي قلبك هل هي تجيب بفتوى صح ولا تدور مرادي من شيخ عالم، وبارك الله فيكم. شكرا يا إدريس، شكرا حبيبنا، الله يبارك فيك إن شاء الله، جزاكم الله خير. نعم بارك الله فيكم شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا. موضوع كذلك ذكرنا موضوع الإقامة وتزوج الإقامة، لكن شيخنا في بعض الناس معلش هي لعلها لا تخص الواقع الليبي، لكن هم الشباب الآن يذهبون هناك ويفعلون هذه العملة، يتزوج ويأخذ الإقامة هذه المرأة قصدا ويعطيها مبلغ من البال ويتركها تمشي هي لحال سبيلها وهي زوجته في الأوراق الرسمية بالشهود بكل شيء، ويذهب ولا يدري عنها أين تذهب. فهل هذا زواج؟ هل هو مسؤول أمام الله عز وجل إذا ذهبت وعاشرت إنسان وأنجبت أولاد؟ هذه مسألة كبيرة، وهذا يحدث يا شيخ في بلاد الغرب إلى هذه اللحظة. لا أعرف مسألة إذا تزوجت ما هذه، هل طلقها والله أو لا؟ لا لم يطلق، لا يطلقها يا شيخ. إذا رسمي أوراق، إذا لم يطلقها فهي زوجته وهو مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى، ومسؤول عما تحدث بصورة عامة، هذه قضية واضحة. نعم. أما إذا طلقها فقد انتهت المسألة، إلا إذا كانت حاملة بطبيعة الحال. فهذا يعتمد إذا كما ذكرتم إذا كان هذا هو الواقع. نعم هذا الواقع. نعم يا شيخ. بالنسبة للمرأة التي نعم. لم يطلقها ما زالت زوجته تحت ذمته، نعم، ومسؤول عما يعني اقترفت. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شيخ لعل انتهينا من جانب الوجود، من الزواج من جانب الوجود، بارك الله فيك، ولعل اتينا عليه كله يعني. يا شيخ موضوع البهر. نعم. لعل عندك في زياده شيخنا؟ اي عندنا اشياء اخرى. وهي قضيه لابد ان نقول ان الزواج في الاسلام يعني ينطلق من التقرب الى الله سبحانه وتعالى. جميل. لان الله سبحانه وتعالى هو الذي امر به. صحيح. نعم، ولذلك يعني لابد من ان ينوي به القربى حتى يحصل. نعم، يحصل الشهوة ويحصل النسل ويحصل إلى آخره، والعشيرة كما ذكرنا. نعم. واستمرارية النسل إلى ما شاء الله، فكذلك يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الأجر. يعني هذا الأمر في أجر، وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كيف ذلك؟ وضح ذلك في الحديث. نعم. ويعني لما سأله أحد الصحابة مستغربا يعني أن الإنسان يأتي شهوته، يعني في ذلك أجر؟ قال نعم، رأيت أن وضعتها في حرام. نعم. فالمسألة نعم في المقابل بيّن له أنه كما يكون وضع النطفة في حرام يترتب عليه إثم كبير، فكذلك وضعها في حلال يترتب عليه أجر كبير. صحيح. فقضية النية مهمة جدا،
واحنا النية دائما تنقصنا راي في اشياء كثيره. مثلا يتزوج هكذا غافل ما يدخل قضيه النيه فيه. احيانا يزيل اذن من الطريق المسلمين دون ان يلتفت الى النيه. يعني عندنا ياكل الانسان غداءه وعشاءه كذلك ولا تخطر حكايه النيه التقوي على العباده الى اخره. ينام احدنا كذلك ولا تخطر نيته ان هذه استراحه لكي يعمل الجسم ويكد وربما يقومه اخر الليل فيقومه. يعني هالمسائل هذه يكون نائما ويحصل على الاجر. نعم ويأكل نومه الأجر. فيه اجر واتيانه زوجته فيه اجر. نعم. وشربه فيه اجر. اذا كل ذلك فيه اجر. بل ان قضيه الجوار في دخولك للمسجد بنيه المجاوره وهذه حتى المالكيه لا يشترطون فيها لا وقتا ولا صياما بعكس الاعتكاف عندهم لابد من صيام معه. نعم. المالكيه يشترطون الصيام في الاعتكاف. في الجوار لا تدخل مجاوره تنوي انك تجاور الله سبحانه وتعالى في بيته حتى لحظات. فمن منا في احايين كثيره على الاقل يدخل المسجد وينتظر الصلاه ولا ينوي الجوار. فمساله النيه نعم فيها فضل كبير جدا. وكذلك لما الزواج المفروض ان ينوي به قلنا احنا القربه. ومن هذه القربه كذلك هي قضيه تدخل فيها محبه الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ وذلك بنيه التكثير ممن يعبده. نعم لما تنوي انت النسل والاولاد مش فقط هم بيعاونوك لما يصيروا على شدهم الى اخره بل انك ساهمت في إيجاد أي عن طريقك وأسبابك من يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. وهذه مسألة سهلة. نعم ونحن نعرف أن من يخرج إنسانا من الكفر إلى الإسلام ثوابه عظيم خير له من حمر النعم. فكذلك لما تأتي بأطفال يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يشركون به شيئا يحصل لك ثواب عظيم. بل إن كذلك هؤلاء الأطفال الذين ذكرنا إن ماتوا فإنهم يشفعون فيك. فقد وردت أحاديث وآثار في أن الطفل حتى السقط عندما يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة لأنه لم يرتكب إثما ولا ذنبا يتمسك بباب الجنة ولا يدخله حتى يدخل أباه حتى يدخل الله أباه معه. مسألة سهلة. ولذلك ورد في الحديث أن من توفي له ثلاث أولاد فإن أجره عظيم ويشفعون له. وقد سأله أحد الصحابة عمن توفي له اثنان فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بكذلك. قالوا ولم نسأله عن الواحد. نعم فهذه مسألة مهمة حكاية تكثير من يعبد الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا مرضى وفي هذا الكلام مرضاة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالزواج تناكحوا تناسلوا. نعم. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. صحيح. هذا لما نحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا نحب مرضاته. نعم. فمرضاته أن يكاثر بناء الأمم. ولذلك لما يتزوج الواحد يكون في نيته ومستحضرا له هذه الأمور مجتمعة. نعم ونتمنى الشيخ الآن للشباب المقبل على الزواج والشابات أن ينوي هذه النيات الطيبة. يعني نعم هذه مسألة مهمة قضية النية. نعم صحيح. وربما احنا ذكرنا في أحد البرامج لا بأس أن نعيدها. نعم لا بأس أن نعيدها عفوا. مسألة أحد المشايخ ذكره ابن الحاج صاحب المدخل. نعم. قال يعني كان جالسا هو وأحد تلامذته في بستان. نعم. وبينما هما كذلك إذ قرع الباب باب البستان فأراد الطالب أن يقوم ليفتح لأن أصغر سنا وأنشط وكذا. نعم. فمنعه الشيخ وذهب ففتح ثم رجع إليه وقد استغرب التلميذ استغرابا كبيرا فعلة الشيخ. يعني كيف ما المسألة ما الدافع إليها يعني ما الفرق بين فتحي وفتح؟ قال له الشيخ بعد انتهاء درسهما قال له لما هممت بالقيام أتريد أن تفتح الباب باب البستان ماذا كان في نيتك؟ ماذا استحضرت من النوايا؟ قال والله ما استحضرت شيئا.
أردت أن أفتح الباب وفتح الباب ما يسحقش نية أصلا. الله. قال له أنا لما قمت للفتح كانت استحضرت مجموعة من النوايا، إن كان ضالا فسأرشده، وإن كان فقيرا فسأعطيه بعض الصدقات، وإن كان سائلا فسأجيبه. بدأ يعدد له ذلك يعني، والرجل مندهش الطالب. هكذا كانت المسألة. احنا الآن هكذا. نعم والله مشكلة. نعم مشكلة كبيرة. مش مشكلة يعني كل حركة شيخ يحتسبونها. نعم بالضبط. قل إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي كل لله رب العالمين، كل لله. نعم. سبحانه وتعالى. صح. بالضبط. نعم نعم. شيخنا ممكن الأسئلة مازال 10 دقائق إن شاء الله تعالى. الأسئلة أنا وعدت الإخوة الذين سألوا المرة الماضية، ومنهم الأخت نعمة الله وأمة الله تقول سؤر القطة شعرها هل طاهر أم لا؟ سؤر القطة سؤر وشعرها. أنا فهمت، أنا أعطيها يعني قاعدة عامة. طيب. في المسألة هذه. جميل. عندنا حيوانات يعني حيوانات مباحة الأكل. نعم. لحمها يؤكل. نعم. وعندنا حيوانات مكروهة الأكل. نعم. مش محرمة. نعم. وعندنا حيوانات محرمة، محرمة الأكل. نعم. أما المحرم الأكل ففضلته نجسة، محرم الأكل الحميري وما شابهها. وهذا احنا ننبهها على ما سألت عنه بالخصوص، قضية فضلات الآدمي. نعم. نجسة ذكورا كانوا أو إناثا، صغارا أو كبارا. واستثنوا قضية بعض خلاف في قضية الرضيع الذي لم يدخل جوفه طعام. طيب. اختلف منهم من قال إن فضلته طاهرة، ومنهم من نجسها. إذن عنا البراز وعنا البول من الأشياء الممنوعة وإضافوا إليها الآدمي. نعم. كلها هذه نجسة. نجسة. وعنا المكروهات الأكل مثل القطة. نعم. وما شبهها من بعض الحيوانات هذه فضلتها نجسة، أما شعرها فطاهر، بل إن الشعر من جميع الحيوانات طاهر، سواء ما أكلت اللحم أو غير كل اللحم مع بعض، حتى الخنزير عند. نعم. المالكية. نعم. فقد استثنوا الجهة الملاصقة للجلد للحم، لما تنزع أنت ريش والله وبر والله شعر، يوجد جزء كان داخل الجسم. أي بالضبط. نعم. هذا كل اللي عندهم نجس، أما البقية الباقيات خارج الظاهر، خصوصا الجزء الأعلى. نعم. من الريش والصوف والوبر والشعر من جميع الحيوانات. نعم. فإنه يعني ليس نجسا، طاهر. ونزيد كذلك الحيوانات بصورة عامة، مخاطها ودمعها وعرقها كله ليس بنجس. كل شيخنا حتى الكلب كل. نعم. حتى الخنزير كل حي طاهر دمعه ومخاطه وعرقه. فهذه القاعدة العامة اللي اعطيناها لها السيدة، وهي يبدو اني من طالبات العلم يعني الان، هي معاش تسألنا على كل جزئية، انت اعطيتها قاعدة كاملة. ايوه. تم. بارك الله فيك، حفظكم الله. شيخنا من المرة الماضية كذلك الاخ حسن يقول عليه كفارة 60 مسكين، ماذا يفعل؟ كيف يخرجها؟ كم قيمتها؟ هو كفارة ماذا هي؟ ممكن الله أعلم ظهار لعله شيء، أو 60 مسكين يقول لعله في قضية رمضان. ممكن كذلك. أيوة ممكن في رمضان ظهار. نعم. في الغالب لا يعرفه الناس في الغالب. بالنسبة للستين مسكين يعني أكثر العلماء اشترطوا في قضية الستين، لابد أن تعطي 60 نفر، ما يعطاش لـ10 والله لـ30. نعم. هذه واحدة. ما نجيش لي واحد نكرر عليه 60 كفار. نعم تماما. ونسبة لما يخرجه، يخرجه من أوسط قوت البلد. نعم. اللي يعيش فيه هو يعني إما قمح أو شعير أو أرز أو شيء من هالقبيل. نعم. والأصل فيها أن مد لكل مسكين، والمد هكذا ملء. نعم. اليدين. نعم. لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. نعم هكذا الكفان بالوضع هذا. نعم. لا مقبوضتان هكذا ولا مبسوطتان هكذا. نعم. والكف المتوسطة. نعم. كفان متوسطان، لأن بعض الناس ربما كفهم هكذا وبعضهم قليلة صغيرة. لا، المتوسط في هذا. فإن أرادت أن تدفع، لا أعرف ذكر والله أنثى، أن يدفع القيمة
فليدفع القيمة. نعم. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بقضية القيمة، لكن أبا حنيفة يشترط المدين وليس مدا، ولذلك تسأل عن القمح والله الأرز والله لا أعرف الشعير اللي هو في المنطقة متاعهم، تعرف فيهم يعني المرطة، احنا لأن المكان الليبيين المرطة، المرطة كم يعني مد، أي كم مد، لا هي المد معروفة كم مد 24 مد. نعم. ولذلك تقسمها، تقسم على 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 اثنين، تقسم على اثنين. طيب يطلع قضية ال، احنا نضرب لها مثال باش تتضح المسألة. لنفرض أن المرطة تساوي 12 دينار، 12 الدينار وفيها 24 مد، معناها المد نصف دينار. لما نقول مدين معناها دينار، باهي الدينار هذا بتعطيه لكل مسكين، لأن تقليدا لأبي حنيفة كما ذكرنا. نعم. وأبو حنيفة يرى مدين مش مد واحد كبقية. آه. ولذلك لما احنا قلدناه في قضية الأمداد قلدناه في قضية القيمة، لكن هو رأى أكثر من نص دينار المد. نعم. الآن يعني في نظري على حسب ما علمت أن من يدفع دينارين لكل مسكين فقد وفى الأمر. بارك الله فيك، بارك الله يحفظكم شيخنا. طيب شيخنا، سؤال من المرة الماضية كذا يقول أخ محمود، معنا ما زال 10 دقائق يا المخرج، يا ريت تخلينا 10 دقائق فعلا. كم؟ 5 دقائق ولا قليل جدا، احنا أتينا على الدين فقط يعني المرة الماضية. الأخ محمود يقول بعض الشباب يدعي أنه سلفي ويتهم ولي الأمر ويقول بأن ولي الأمر في طبرق، وبعضهم يقول لا هنا، يعني هذا المسألة الخلافية اللي سببت بسببها كان هذا الخلاف والدولي ودخلت فيها دول وغير ذلك. شيخنا الآن من هو؟ هو تو ما ماذا يريد منا؟ لا حتى ينتمي الى لعله الى يمشي يقاتل مع حفتر لعله يسأله، مش هذا الاخ لكن لعله. على كل حال هي يعني الدوله الان فيها كانها فيها خليط من الامور. نعم. ونحن لا نريد ان نزيد الامر يعني سوءا. نعم، سوءا وتفاقما. نعم. ولذلك ننصحه الى يعني ان يتريث وأن يعبد الله سبحانه وتعالى وينظر في الأمر أكثر، لأن يراه الحق أبلج. نعم. نعم. وإذا اختلط عليه الأمر يتوقف. هي نفس واحد يا شيخ قد الله تخرج يعني في نعم في غير نعم. في سبيل الله. لا 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 يستعجل هذه الأمور. بارك الله فيك. هو نعم المسألة احنا الآن يعني ندعو إلى أن تستقيم الأمور في بلادنا يا رب، وأن يجلس الناس يعني على طاولة واحدة كما يقال، وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى، لأن هي المسألة كلها يعني شهور وأعوام وثم بعد ذلك سنغادر، فما يبقى إلا العمل. ولذلك يعني نحذر أنفسنا أولا. نعم. ونحذر غيرنا أيضا. نعم. بارك الله فيك. الشيخ الأخ محمود نفسه يقول الفريضة الواجبة في الميراث، الوالد توفي قبل جدته. مش الفريضة الواجبة هي، الوصية الواجبة. الوصية الواجبة، أنا أخطب. يقول الوالد توفى قبل الجدة. نعم. ما له من الميراث يعني؟ الذي يتوفى يعني الابن مثلا. نعم. توفي قبل أبيه مثلا، ثم بعد ذلك توفي الأب اللي هو الجد. نعم. وهذا الذي توفي قبل أبيه والله قبل أولاد أمه مثلاً. عند أولاد، أيوة عند أولاد. هذوما بالنسبة لما سن القانون في ليبيا سنة 94، يعني الذين سنوا القانون جعلوا لهؤلاء الأولاد يعني أولاد الميت قبل أبيه أو قبل أمه، جعل له وصية واجبة يأخذ ما كان يأخذه أبوه لو كان حيا ما لم يزد على الثلث بهذه القيود. نعم. اولا يكون ابوه توفى قبل جده او قبل جدته وما يزيدش على الثلث، ياخذ نصيب ابوه. هذا ما لم يعطيه جده او جدته شيئا لهذا الحفيد خاصا به، فان اعطاه هبه يسموه بالتنازل الى اخره، فان هذا يخرج من نصيب ابيه في تقديرنا إياه حيا، يقدر أباه حيا قديش ميراثه من هذا الجد أو الجدة، ونحوله منها. نعم، نحوله منها إذا كان أعطاه شيئا
في حياته هذا الجد، أعطى لهذا الحفيد. نعم. فإن أعطاه يخصم الوصية، هذه يسموها وصية واجبة. جميل. بحكم القانون. جميل. وقد ولكن الحديث عنها كيف نشأت وخلاف العلماء فيها، من أين استنبطت والمناقشات التي حدثت في مصر أيه. في منتصف القرن الماضي. نعم. طويلة عريضة هذه مسألة أكاديمية. نعم. بارك الله فيك. يعني هذه يفصل فيها القضاء يعني شيخنا. قضاء القضاء. نعم. حفظك الله. وتو الآن ربما دار الإفتاء مطالبة بإلغاء هذه المسألة الوصية الواجبة، لكن لحد الآن المحاكم ما زالت تستعمل هذا القانون الذي صدر سنة 94. بارك الله فيك. الأخ محمود نفس الشيخ هو من المرة الماضية يقول واحد دخل مسبوق في صلاة الظهر وأدرك 3 ركعات، الإمام سهى وأتى بخامسة. نعم. قال وأنا قمت مع الإمام، ما حكمها؟ هو لا علم له. لا علم له، يبدو أنها لا علم له. بعدين الناس قالوا سبحان الله، لكن الإمام وتحدث الشيخ بعض الأئمة ممن يجهل الفقه ولا حول بالله، إذا قام للخامسة يتمها عمدا. هذا معناها تبطل صلاته وصلاة من تبعه. نعم. كان الإمام كان في حالة ما، نعم، في حالة الزيادة العمدية. نعم. أنها تبطل الصلاة. نعم. لكن هذا الذي لا يدري حكاية الإمام زاد ولا ما زادش، يعني مسألة تختلف عن ال نعم. إذا كان هو خال البال وتبعه على حساب هذه واحدة من الركعات الأصلية. نعم. فهذا معنى صلاة صحيحة. بارك الله. أما الناس تبعوه وهم يعلمون أنه فصلاتهم باطلة. بارك الله فيك شيخنا، صلى الله يحفظك. الإخوة والأخوات يا شيخ يعذرونا، يبدو أننا عندنا دين كثير جدا من الحلقة الماضية، لكن لعل الحلقة القادمة شيخ نبدأ بالأسئلة. أحسن. بإذن الله نوعدكم إخوتي أخواتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنبدأ بالأسئلة. الأخت أم فرح وحامد فرج وأبو همام ونعمة الله وعبد الباقي وإدريس انتظرونا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. وعد مني إن شاء الله تعالى أبدأ معكم الحلقة بهذه الأسئلة. اعذروني. شكرا شيخ الكريم، حفظكم الله تعالى وبارك الله في أعمالكم وأعمالكم وأطال الله أعمالكم في طاعة الله عز وجل. والشكر موصول لكم أحبتي في الله، وإلى الملتقى إن شاء الله تعالى، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.